معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أشار إلى نقطة مهمة، وهي مسألة نزوح أعداد كبيرة من الناس من دولة إلى أخرى، ويمكن من تداعيات ما يعرف بالربيع العربي نزوح الملايين من دول شهدت اضطرابات نتيجة تلك الموجة. لا ينبغي تسميته بالربيع، أنا بقول ما يسمى بالربيع. ما يسمى بالربيع. طيب، لأنه بعد إذن سيادة الرئيس أن أنا قطعته، يعني موت 500,000 سوري وطرد 4 إلى 5 مليون سوري من بلادهم ونزوح 6 مليون سوري داخليا في سوريا وهد دولة زي ليبيا وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والمدن السورية والمدن الليبية، نعم، وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن، هذا ليس بالربيع، وأنا مستعد أن أقول هذا الكلام.